بيتر هوركوس بيمتلك قوة خارقة للطبيعة، قوة عقلية جبارة بتخليه يتنبأ بماضي أو مستقبل أي شخص بمجرد بس ما يمسك إيده أو يمسك أي حاجة تخص الشخص ده، سواء كان قلم أو منديل أو قطعة قماش. أول ما كان بيتر بيمسك متعلقات الشخص كان بيسمع أصوات غريبة جاية من جوه عقله وبتقول له الأصوات دي عن ماضي أو حتى عن مستقبل الشخص ده. قوة خارقة غير أي قوة ممكن تكون سمعت عنها قبل كده. 1911 اتولد بيتر في هولندا في ظروف صحية صعبة جدا. أول ما خرج للحياة كان ملفوف حوالين راسه حاجة اسمها الغشاء الجنيني الرقيق، وده سبب له عمى في أول 6 شهور من حياته، لكن الأطباء قدروا ان هم يعالجوه ورجع بيتر يشوف تاني. لما بيتر بقى عنده 30 سنة حصل له حادثة غيرت له حياته. هو كان بيشتغل نقاش مع والده، وفي يوم كان بيبيض وجه بيت مكون من 4 ادوار وكان واقف على خشبة في الدور الرابع. فجأة وهو بيشتغل رجله اتزحلقت ومقدرش انه يحافظ على توازن جسمه، فوقع من الدور الرابع وكان هيفقد حياته، لكن اهله لحقوه ونقلوه بسرعة على المستشفى. ومن يوم الحادثة دي حياة بيتر اتغيرت تماما. اتحجز في المستشفى كام يوم، ولما رجع لوعيه اكتشف في نفسه حاجة غريبة جدا. لاحظ ان في اصوات غريبة بيسمعها جوه عقله، وغير انه بيشوف صور ومشاهد غريبة بتتشكل جوه عقله، وهو ما كانش قادر يحدد ايه ده، لكن الاصوات دي كانت مسببة له ازعاج شديد. مرات بيتر جت تزوره علشان تطمن عليه، واول ما دخلت عليه الاوضة بدأ يزعق ويقول لها ازاي تسيبي ابننا بيني لوحده في البيت. مراته سمعت الجملة واستغربت وردت عليه وهي مش فاهمة، وقالت له انها ما سابتوش لوحده وانها سايباه مع جارتها. بيتر بدأ يتعصب اكتر وقال لها ان الاوضة اللي موجود فيها بني بتتحرق دلوقتي، ومراته اتخضت من كلامه وسابت المستشفى وجريت على البيت علشان تلحق ابنها. وصلت البيت وراحت على شقة جارتها ودخلت وهي مخضوضة، واكتشفت ان كلام بيتر مش صح، وابنها بني في الاوضة بيلعب عادي ومفيش اي حاجة من اللي قالها بيتر حصلت اصلا. لكن الصدمة في اللي جاي، بعد 4 ايام كانت مرات بيتر وابنها بني قاعدين مع جارتهم، وفي نفس الأوضة اللي حددها بيتر إنها هتتحرق، فجأة وهم قاعدين بيحصل حريق جامد جدا، ولولا إن المطافي لحقوا وأنقذوهم كان زمانهم محرقين زي ما بيتر قال بالظبط. ودي كانت أول حادثة يتنبأ بيها بيتر وتحصل، وهنا بدأ الموضوع يكون غريب على بيتر. في اليوم التاني جاء شخص لزيارة مريض نايم على السرير اللي جنب بيتر. الشخص ده قرب ووقف عند سرير بيتر ومدله إيده علشان يسلم عليه ويدعيله بالشفاء. وبمجرد ما بيتر لمس ايده قال بصوت عالي وطلب من الناس اللي في المستشفى انهم يمسكوه بسرعة، وان الراجل ده شغال جاسوس ضد المانيا. وبعدها بيتر مسك ايده وقال له ان هو هيموت على ايد القوات الالمانية في ظرف اسبوع. في اللحظة دي الشخص اتفزع وجري بسرعة وخرج من الأوضة، وكان بيتر عمال بيصرخ ان حد يلحقه قبل ما يهرب، وكان بيقول ما تخليهوش يهرب منكم ده جاسوس. الموضوع كان غريب جدا على الدكاترة والممرضين، وبقوا بيتكلموا عن بيتر ان حصل له خلل في المخ وبقى شخص شبه مجنون. لكن الصدمة هنا بعد يومين، دخل عليه واحد من الأطباء اللي كان متواجد لحظة ما أعلن بيتر إن الزائر اللي جه وسلم عليه من يومين إنه شغال جاسوس ضد ألمانيا. الدكتور دخل عليه وقال له وهو مصدوم أنت أكيد جاسوس، كان بيقول له الجملة دي وهو ماسك جريدة وبيديها لبيتر. مسك بيتر الجريدة وقرى الصفحة اللي الدكتور حدد له الخبر فيها، اللي كان مكتوب بالنص القبض على جاسوس يعمل ضد ألمانيا وتم قتله. وكان مرفق بالخبر صورة لنفس الشخص اللي قال عليه بيتر انه جاسوس. الشخص ده كان شغال جاسوس فعلا لصالح بريطانيا ضد ألمانيا. بيتر بدأ يتشهر في المستشفى انه شخص خارج لقوانين الطبيعة وانه بيمتلك موهبة جبارة، والاطباء بدأوا انهم يعملوا له فحوصات على المخ وسألوه ازاي بيقدر يتنبأ باحداث هتحصل. بيتر جاوب على الاسئلة دي وقال انه بيشوف صور واحداث متعلقة باي شخص بمجرد ما وانه ما يعرفش السبب في ده ولا حتى قادر يفهمه. حكاية بيتر الغريبة وقدرته العقلية الخارقة للطبيعة انتشرت في هولندا، ووصلت قصته لرجل اعمال شهير اسمه هنري، وقرر انه يستعين بيه وطلب منه ان يكشف له عن خصومه وأسرار عنهم. بيتر كان بيقول له حاجات كتير ساعدته في شغله، وفي يوم اختفت بنت رجل الأعمال هنري ومحدش قدر يلاقيها. الشرطة دورت كتير لكن من غير أي فايدة. فهنا رجل الأعمال هنري استعان ببيتر وطلب منه أن يساعده في العثور على بنته. بيتر قال لهنري أنه عايز تفاصيل عن بنته، فهنري قال له تفاصيل اختفائها. وبعدها بيتر مسك متعلقات شخصية خاصة
بالبنت المختفية، وبسرعة بدأت الصور تتشكل جوه عقل بيتر. وهنا كانت المفاجأة، بيتر قال لهنري عن المكان اللي البنت اختفت فيه، وانه شافها غرقانة في واحدة من المناطق الموجود فيها قوارب كتير. فعلا الشرطة راحت للمكان اللي حدده بيتر، وهنا لقوا البنت وكانت فعلا ميتة. كانت البنت ميتة بنفس الطريقة اللي حددها بيتر للرجل الأعمال هنري بالظبط. من هنا بيتر بقى محل اهتمام للكل، حتى الشرطة بقت تستعين بيه في الكشف عن مرتكب الجرائم الغامضة. وأول جريمة قتل قدر يحلها بيتر كانت سنة 1958، حصلت جريمة مزدوجة في البحرية الأمريكية، وفي نفس اليوم بعدها بساعات اتقتل سائق تاكسي. الجريمتين دول كانوا بنفس السلاح. الشرطة بحثت كتير جدا وما قدرتش توصل للقاتل. الشرطة سمعت عن قدرات بيتر العجيبة فاستعانت بيه علشان يحل لغز الجريمتين دول. بيتر وصل مسرح الجريمة والشرطة أخذت بيتر للتاكسي اللي تمت فيه الجريمة التانية. بيتر قعد على كرسي السواق وبدأ يلمس الكرسي والمتعلقات اللي في التاكسي، وبعدها قال لهم في جريمة تانية حصلت في نفس اليوم، والقاتل مواصفاته انه طويل القامة وشعره طويل وعلى ايده الشمال وشم، وكمان حدد مكان وجود القاتل. المحققين سمعوا كلام بيتر بكل اهتمام وبدأ يسرد لهم معلومات بقوة، وضح لهم اسم القاتل ومكانه، والمحققين خدوا كلامه وبدأوا يبحثوا في المكان اللي حددوا بيتر. وهناك فعلا لقوا المجرم اللي اعترف لهم بمجرد ما تم القبض عليه. بعد الحادثة دي زادت شهرة بيتر اكتر من الاول، واشهر القضايا اللي ساعد بيتر الشرطة في حلها هي قضية سفاح بوستون. تم استدعاء بيتر لمحاولة الكشف عن السفاح. لما راح بيتر لشرطة بوستون هناك عرضوا عليه صندوق فيه 300 صورة للضحايا اللي قتلهم السفاح، وعرضت عليه كمان حاجات تانية جمعتها الشرطة من مسرح الجريمة. بيتر بدأ يلمس الصور، وكل صورة كان بيلمسها بإيده كان بيدي تفاصيل عنها، وطلب بيتر منهم إن هم يجيبوا له حاجات من متعلقات آخر ضحايا السفاح. ولما مسك بيتر حاجة من متعلقاته طلب من الشرطة خريطة، وبعدها حط متعلقات الضحية عليها وبدأ يمررها على الخريطة لحد ما وصل لمكان معين، وقال لهم إن السفاح عايش هنا، وإن المجرم طوله حوالي 170 سنتي ورفيع بشكل ملحوظ، وبيتكلم اللغة الإنجليزية ولكن بلكنة فرنسية، وعينه لونها أزرق. فعلا أفراد الشرطة راحوا المكان اللي حددوا بيتر، وهناك لقوا شخص اسمه توماس أوبرين، واتصدموا أنه بينطبق عليه المواصفات اللي وصفها بيتر بالظبط. وبعد ما تم استجوابه تم التأكد أنه فعلا هو المجرم اللي بيبحثوا عنه. دي كانت نبذة عن واحد من أكثر المستبصرين اللي كانوا بيمتلكوا قدرات عقلية خارقة. الراجل ده اتعمل على قصته أكثر من كتاب وأعمال الفنية مختلفة، بس الحقيقة ان بيتر هوركوس هو اول اثبات حقيقي لوجود عالم الماورائيات. سلام عليكم.